ندوة صحفية بين قوسين لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي أقول قدم مجموعة من المعلومات، ولكن معلومات زاد الأمر غموضا وزاد الأمر ربما إبهاما أكثر. تابعنا بالأمس نسب المشاركة، بعد ذلك نسبة المشاركة في على الساعة 12 ونص وقيلة في الليل. الآن يخرج رئيس السلطة الوطنية بمداخلته دون أن يعطي نسبة المشاركة النهائية، أو على الأقل المؤقتة، لأن النهائية ستعلن عنها المحكمة الدستورية، دون أن يعطي عدد الأصوات المعبر عنها أو عدد الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات، عدد الأصوات الملغات، دونك ما على بالناش شحال عدد الأصوات الملغات، وقدم لنا عدد الأصوات المعبر عنها وعدد الأصوات مع النسب التي تحصل عليها كل مترشح. نحن المعلومات التي وردتنا من مختلف الولايات والفيدراليات مع المعلومات التي قدمها رئيس السلطة فيه نوع من التضارب، نوع من التناقض، وما زال الغموض يكتنف لحد الآن العملية والنتائج.